يقول السائل: أعمل في جهاز أمني وظيفة القبض على المجرمين، ولكن نخرج أحيانا في عمليات ويدخل علينا وقت الصلاة فنصبح في حيرة من أمرنا. إن أكملنا العملية خرج وقت الصلاة، وإن صلينا قد يهرب هذا المجرم الذي نريد القبض عليه. نريد التوجيه من سماحتكم، جزاكم الله خيرا. إذا لم تتمكنوا من الصلاة فإنكم تنوون الجمع، تنوون جمعها مع ما بعدها، وتستمرون في العملية لأن هذا من الضروريات، فتستمرون في العملية وتنوون الجمع، تأخير الصلاة هذه إلى الصلاة التي بعدها، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.